ممشط وبدا يتنقل باش يخبر اصحابه الباقيين اللي فما راهو الامن جاء حصرهم في المنزل تاع ممشط. يقولوا الابحاث هنا الضرب يقولوا انهم تم القاء القبض عليه العنصر هذا الثالث وهو اللي بدا يهز فيهم الجبل في حمامشط وحتى الجبل اللي في سليمان. ثلاثة أربع أيام من القدام ما فماش حتى مواجهات، قعدوا يلوج عليهم في الجبل لين فما بلاصة في جرومباليا اسمها القواسم في جرومباليا. البلاصة هذه تحصنوا المجموعة هذوما، فما الجماعة اللي هرب فما جماعة اللي تحصنوا في منزل بصدد البناء، مازال المنزل مهجور شوية، تحصنوا فيه وجات القوات الأمن حصرتهم في المنزل هذا. كيف كيف تم تبادل إطلاق نار، توفي عنصر من الأمن وفما عناصر مجروحين، لكن فما تقريب 11 عنصر تقريب في المنزل هذايا توفيوا كلهم بعد ما تم إطلاق النار عليهم من الأمن. مهما كان سبب الوفاة، الجثة لازم يتم فحصها وتشريحها من طرف طبيب شرعي اللي يكتب تقرير يبين فيه أسباب الوفاة وساعتها وظروفها. في قضية سليمان الناس اللي ماتوا، الطبيب الشرعي يقول اللي سبب وفاتهم كان ناتج يا إما على إطلاق نار أو على انفجار قنبلة. في أول جام في 2007 سويت القضية دي بتاع سليمان، عرفت بقضية سليمان نفادو تيروريزم، جابونا ان ديزان دو كادافر ضحايا، يمكن أكثر من 10 ضحايا الاعتداءات هذه، وفيها جثث من المعتدين وجثث من رجال الأمن خلطين فيهم أمن وجيش وكذا، تقريبا 3 ولا 4 من رجال الأمن وتقريبا 10 ولا أقل شوية 10 من المعتدين، هذوما صغار في العمر دي جون 25 سنة، المويان داعجة كيكا 25-23 سنة. والأسباب الوفاة كل ما تبقى بسلاح ناري، كله ما تبقى لقينا جروح بسلاح ناري، جروح متعدة في أماكن مختلفة، وفيهم اللي لقينا عنده جروح بتاع انفجار عبوات يعني، ولقينا فيهم اللي لقينا الكرتوشة خذيناهم للتحليل، وفما اللي كاتوشة تدخل وتخرج معتها تلقى عدة جروح لكن ما لقاوش الخراطيش دخلت وخرجت ما لقاوش معتها الكاتوشة. الغريب في الأمر إنه عنا تقارير الطب الشرعي اللي تكتبت من غير اسم الهالك، زعم علاش؟ والجثث المجهولة الهوية دي نشوفوها دي بصفة منتظمة، ما أنت مش حاجة جديدة بالنسبة لنا، يكفي باش واحد يموت كايا وما فوقوش في مكان معين وما فوقوش هوية وما فوقوش بطاقة تعريف كذا، يجينا لنا مجهول الهوية دونك كذا نشوفوه كل جمعة لازم يجينا ذيك كايا. لكن إذا كان مجهول الهوية فما تقنيات أخرى نعملوها، فحوصات خاصة للتعرف على الهوية. أول حاجة هي البصمات، ثم فما فحوصات للأسنان، ثم آخر حاجة نصلها لديان، إذا معناتها البصمات الأيدي ما عطت شيء ولا هي لديان، فهمتني؟ ولذا في بعض حالات بالبصمات الأيدي في نهار ولا اثنين يطلع الهوية ومازال تقرير ما رجعش، يبعثونا يقولنا راهو السيد المجهول هذا راهو اسمه كذا، دونك احنا نركتيفي معناتها نحطوا انكونو ريكونو سو لو نو دو. دونك في الحالة هذه فما جثة ولا اثنين قاعدوا مجهولين، والشرطة الفنية قامت بعمل تاعها، اخذت البصمات واحنا اخذينا الاوصاف كاملة بتاع الجثة، والى حد ترجيع التقرير ما جاتناش الهوية الصحيحة، دونك ما نعرفش هذه السيد القاضي تلقى عنده خطر نتيجة الشرطة الفنية تمشي للقضاء. بعد المواجهات اللي تمت ما بين أعوان الأمن والمجموعة السلفية تم إلقاء القبض على العديد من الأفراد، وتم من بعدها تسليمهم إلى إدارة أمن الدولة. من الناس هذوما صابر الرقوبي. تم اعتقالي على يد الجيش، سلموني للقوات الخاصة قوات كوموندوس تبع الحرس، وهزوني على جناح السرعة وصلوني المركز نتاع الحرس على
على الطريق السريع نتاع جرومبيلي. يعني لما اعتقلوني معناها في جبل، في الجبل نزعوا لي الحذاء نتاعي والملابس نتاعي وعملوا لي القيد ونزلوني نمشي حافي القدمين ونمشي على مستوى الشوك مع الضرب. وكانت معاملتهم معي معاملة تقول ما نعرفش شكون شدوا، معناها شدوا نصير كتير ياسر. أنا وقع كسر أسناني الأمامية وجردوني من ثيابي كل فمني عودوا لبسوهم لي. كانوا يبحثوا فيا وين سمير وين بالولاد وانا ما كانش عندي حتى علم بهم. الاخوه اللي واجهوا هما اللي كانوا مسلحين، عندنا اربعه كلاشينكوف. بالنسبه اللي عندهم السلاح راهم خرجوا وصلوا لسليمان. انا كنت في الوقت ذاك كنت معنا نضرب. تم الاعتداء علي مع الاستنطاق لدى القوات الخاصه، السلاح موجه الي من كل مكان طبيعي معناه، فاستسلمت الى الامر الواقع معناه، ما عندي حتى منفذ معناه. حسب ملف القضيه الموقوفين اكدوا اللي هما تعرضوا لتعذيب طريقه شنيعه وبشعه جدا من قبل اعوان الامن، والتعذيب هذا اكدوه ايضا المحامين اللي ترافعوا في القضيه، واكدوه زادا بعض المنظمات الحقوقيه اللي واكبوا القضية هذه من لول للأخر. العنف اللي تمارس معناتها على الأطراف هذوما اللي حالوا في قضية سليمان كان عنف كبير برشا، ما سواء تمارس عليهم هما في شخصهم في ذاتهم وإلا حتى على الأفراد تاع العائلة بتاعهم تاع المحيطين بيهم. كانوا هدوا لكونها باش يجيب لك المحرم تاعك اللي هي قد تكون أمك أختك زوجتك، فهمتني، باش يأثر عليك نفسيا معناها، فهمتني، صورة خايبة على الأخر. تولي في حالتك حالك من ذيك تعترف خويا قلت له اللي عندك موجود هات خنصح عليه ونمشي للحبس. والتعذيب اللي تمارس عليهم سواء أثناء البحث البداية حتى في فترة الاحتفاظ بتاعهم، وفترة الاحتفاظ بتاعهم تجاوزت الفترة اللي منصوص عليها في القانون بتاعنا، معناتها تم الاحتفاظ بهم داخل غياهب وزارة الداخلية قبل ما يتم الإعلان ولا التصريح إنه هو تم إلقاء القبض عليهم. كنا مقارب شهر تحديدا في وزارة الداخلية، كانت المعاملة سيئة جدا. معناتها أنت تتصور أني محاضر وقت اللي أمضوا عليها تحت التعذيب، هذه أول حاجة. ثاني حاجة التعذيب تواصل معهم حتى أثناء المحاكمة، العنف تمارس عليهم حتى داخل قاعة الجلسة وبأمرة قاضي اللي هو رئيس الدائرة واللي هو انضر في الملف هذايا، هو اللي أمر أعوان الأمن بضرب المتهمين
أمام أنظارنا. احتج المتهمون واحتجوا على التعذيب الذي تعرضوا إليه، ويعني حصل في إحدى الجلسات أن تدخلت يعني قوات الأمن بعنف وأخرجت المتهمين من قاعة الجلسة واعتدت عليهم حتى في غرفة الإيقاف المحاذية أو الواقعة داخل المحكمة. لما معناها وجهونا للسجن ولينا نتمنوا في أيامات الداخلية. المعاملة في السجن كانت مقدمة باش تعرف قداش تحكمت. قلت لك كانوا يقولون أنكم باش تحكموا مؤبد وراكم باش تكلكم باش تعدموا، وكانوا يجونا في الليل على كيفاش باش تموت أنت مجدي تراه، كيفاش تموت؟ تحب تموت بالرصاص، تحب تموت بالمشنوق، تحب تموت موت بطيء، كيفاش تحب نقتلوك؟ فهمتني؟ وكانوا يتعدوا علينا في الليل، فهمتني، يحرمونا من النوم. كانت معاملة سيئة جدا جدا، إهانات لللفظية وإهانات جسدية. أني في أول ليلة استقبلوني فيها داخل السجن، وقع ضربي بعنف مما جرى عنه كسر في الفك متاعي، سقوط ثلاث أضراس. اكتشفني الطبيب معناها متاع السجن، معناها هزوني وقتها حالة أصلا اشطر وجهي، معناها عين ما عادش عيني تفرزها معناها من النفاخ. قال لهم وقتها الحالة هذه ما بين الحياة والموت، معناها تزيد أكثر من هيك والمادة توصل للمخ فيقع الموت معناها مباشرة. تم معنا عرضية الأطباء في النقل للمستشفى، كان نقل رهيب أصلا، حتى الناس متواجدين في الاستعجال يفجعوهم. اللي تتخيلوا وضع الدجاجة، الدبوزة، العصا، معناتها حاجات معناتها فوق الخيال وفوق الطاقة البشرية. قضية سليمان خذت أبعاد سياسية كبيرة، والمحاكمة تمت في ظروف استثنائية، والمحكمة كانت منحازة ومقيدة إلى درجة أنه تم الاعتداء على المتهمين في قاعة الجلسة بالضرب على مرأة ومسمع المحكمة وقدام الناس الكل. والحكاية هذه أدت إلى أنه المحامين ينسحبوا من قاعة الجلسة ورفضوا المرافعة. وبالرغم من الانسحاب هذا، المحكمة واصلت النظر في القضية وأصدرت حكمها الابتدائي بالإدانة في غياب هيئة الدفاع وفي غياب المتهمين. بالنسبة للمحاكمة الأولى معناها ما كانتش معناها في ظروف معناها محاكمة عادلة، ما كانوش يسمعونا، كانوا يهددونا قبل مش نطلعوا ما نحكيوا شيء مع القاضي، يقول لك عملت قول عملت. المحاكمة متاعنا كانت ضخموها معناها عطوها بعد كبير، نمشيوا في الكياس، كانت كربوا ورانا وكل مطويات ورانا برشا، وفي كل رامبوا تلقى تسمع حس معناها متاع عوان وحارس. حتى أهلينا كان دخولهم للمحكمة عبارة مغامرة، ما يوصل يدخل المحكمة إلا ما يتعرض ل50 إيقاف يخليونا ب36 ساعة. هذا يقول